من طهران مباشرة مراسلنا حازم كلاس. أهلا بك حازم. إذا رسائل داخلية وخارجية تم توجيهها من إيران، إن كان عن طريق المرشد الأعلى أو حتى الرئيس الإيراني فيما يتعلق بالاتفاق النووي وأيضا لقاح كورونا. ما هي هذه الرسائل تحديدا حازم، خاصة وأنها تزامنت أيضا مع اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في ظل الخلاف بين الحكومة والبرلمان الإيراني على هذا الموضوع؟ أهلا وسام، أهلا صبا. في الواقع كما ذكرت وسام تماما، الرسائل الخارجية واضحة في كلمة المرشد الإيراني تحديدا اليوم والرئيس الإيراني كذلك. إيران تحاول أن تمسك العصا من المنتصف، تقول أنه لا يعنيها تماما مجيء بايدن بقدر ما أن رحيل ترامب ربما هو الذي أسعدها، كونه كان أكثر الرؤساء الأمريكيين قسوة في العقوبات التي فرضت على إيران في إطار سياسة الضغط الأقصى الأمريكية التي انتهجتها إدارة دونالد ترامب. ولكن بالمقابل هناك ضوء أخضر واضح فيما يتعلق بالاستعداد للعودة إلى الاتفاق النووي. إيران من خلال تصريحات المرشد اليوم ومن خلال تصريحات الرئيس الإيراني ترمي الكرة في ملعب الإدارة الأمريكية المنتخبة في ملعب جو بايدن، وتقول أننا كنا ملتزمين بكل تعهداتنا طوال الفترة الماضية، وإذا ما كنا قد خفضنا من بعض الالتزامات فإن ذلك سيلغى تماما حال عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران، والالتزام بتعهداتها هي والأطراف الأوروبية تحديدا الموقعة على الاتفاق النووي. ولكن إيران تحرص أيضا أن لا تبدو متفائلة جدا بقدوم جو بايدن، ولا تريد أن تعطي رسائل قاسية. لذلك لاحظنا خلال الفترة الماضية وبعد صدور قرار البرلمان الإيراني الذي ألزم الحكومة برفع تخصيب نسبة اليورانيوم إلى 20% ووقف العمل بالبروتوكول الإضافي بعد شهرين من الآن، لاحظنا أن الأجواء تبدو هادئة نوعا ما. يعني حتى أن الحكومة رفضت تطبيق القانون أو أعربت عن عدم رغبتها بتنفيذه. هي مرحلة يتم فيها شراء الوقت ريثما يتم تسلم جو بايدن. وبطبيعة الحال هذه القضايا كلها كانت من ضمن الاجتماع الذي عقد والذي أشرت إليه، اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، وتحديدا كيف يتم الحفاظ على الاتفاق وما هو دور واشنطن في ذلك وعودتها إلى الاتفاق النووي. شكرا جزيلا لك حازم كلاس مراسلنا.